التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل الأخبار في إطار متابعتنا لاحتفالات مرور 46 عام على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة من محافظة الإسماعيلية. يعني المحافظة تملأها أجواء من البهجة والسرور، وهذه الذكرى المهمة والعظيمة خاصة على قلب أبناء مدن القناة بشكل عام ومحافظة الإسماعيلية بشكل خاص، نظرا للدور المهم اللي قاموا به خلال فترة الحروب من 67 وحتى الانتصار خلال حرب 73. يعني معي الآن من أتحدث إليكم الآن من نادي الشاطئ، وهي إحدى النقاط الواقعة على هيئة قناة السويس. يسعدني أن يكون معي الحاج محمد إبراهيم فطاير، كبير مزارعي صلحية القديمة وشاهد على حرب أكتوبر. حاج محمد، بنرحب بحضرتك معي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اولا انا سعيد ان انا بتكلم عن حرب 73، ده انا عشته بيوم وليله، والله يرحمه السادات ما خلاش لمصر قيمه بعد الله سبحانه وتعالى، وخلانا كلنا نرفع روسنا الا السادات الله يرحمه بحرب 73. وانا الايام اللي احنا فيها دي احلى ايام عاشتها مصر، احلى ايام في كل شيء. اول شيء الامان، احنا شفنا ايام الثوره الله لا عاد يعودها. وباشكر الجيش المصري نمره واحد والشرطه والرئيس السيسي، ربنا يوفقه. مش بقول كده علشان انا مش لازم لاي حاجه، انا راجل لقد نفسي ومبسوط وخيري كتير، وعندي 2 دكاتره اولادي. ربنا يكرمك يا حاج. انا عايزه حضرتك تكلمني عن ذكرياتك عن حرب ذكرياتي 73 دي لها ذكريات خاصة. ما اعرفش انا اتكلم عن الجيش، احنا شفنا ايام عصيبة، شفنا ايام اللي كان يبقى جنبي ومات، واللي يبقى جنبي ورجله انقطعت، واللي يبقى جنبي ده كله شفناه. لكن احنا دلوقتي عايشين، الله لا يوفقه اللي يتسبب في قتل عسكري شرطة ولا عسكري جيش، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اللي يتسبب في هذا. لان الجيش ده احنا من غير الجيش ما نسويش اي حاجة. الجيش ده هو اللي خلى لمصر كلها قيمة، وانا بقولها على التلفزيون ومباشرة ومش خايف من حاجة. لو ما الله ثم الجيش كان زماننا زي سوريا والعراق والبلاد اللي مهمشة. تمام، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. يعني كما تابعنا روح نصر أكتوبر ما زالت موجودة في روح المواطنين المصريين، بنستلهم منها الحماسة وحب الوطن والدفاع عن تراب مصر. يعني احنا بنتحدث من إحدى مدن القناة، محافظة الإسماعيلية تحديدا، وعلى نقطة مهمة في مدينة الإسماعيلية وهي قناة السويس. يعني هذا المشروع المهم الذي سيوفر لمصر العديد من فرص العمل.